بالتعني والتأني والكسب والاجتهاد، فإن ذلك جميعاً إنما يكون بإرادة الله. فالله تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه. الله تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه. وكم من إنسان لم يكن ليخطر في باله أن يكون من أهل العلم، ولكن الله تعالى أراد له أن يكون من أهل العلم، فأعانه على الطلب، وفتح له سبيل الطلب، فتغيرت أحواله وتبدل شأنه، وهذا أمر نقرأه في كتاب القدر. فصفحات القدر المنشورة بين الناس قراءتها وتأملها يدعو إلى مزيد من الإيمان. فمن أراد الله تعالى به خيراً فقهه في الدين. والحديث: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيباً، وخطيباً حال، وهناك لفظ آخر: سمعت معاوية وهو يخطب. جملة وهو يخطب أيضاً جملة حالية، لأن الحال قد يكون مفرداً وقد يكون جملة. الحال قد يكون مفرداً وقد يكون جملة، كأن تقول رأيته أو أقبل الرجل مبتسماً، أو تقول أقبل الرجل وهو يبتسم، فكلاهما حال. فحميد ابن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وده مسألة سمعته خطيبا أو سمعته وهو يخطب، ده كله يدل على تحري توثيق الخبر. ولو أن أحد إخواننا جمع مثل هذه المواقف التعبيرية التي توثق الأخبار لجمع بحثاً طيباً لا مثيل له. يعني مثلاً: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، بينما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل فقال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل. إذن كل هذه تسمى مواقف، هذه المواقف هي توثيق للخبر، توثيق للخبر. فلو أن أحداً جمع مثل هذه المواقف لأمكن أن يجمع بحثاً طيباً في هذا الموضوع. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان خطيباً يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. المقصود بالفقه هنا هو الفهم، هو الفهم. ولذلك قال بعض المشركين لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى ما نفقه كثيرا أي لا نفهم كثيرا. إذا لابد للمسلم أن يكون على فهم بالدين، والناس في هذا الجانب متفاوتون، كما أنهم متفاوتون في العلم هم أيضاً متفاوتون في الفهم. وسيأتي حديث ابن عمر في الباب التالي ليدل على ذلك المعنى إن شاء الله تعالى. يبقى لا يمكن لمسلم إلا أن يكون له جزء من الفهم في الدين. إذن كل مسلم لابد أن يحصل جزءاً من فهم الدين، إن في الكليات أو في الفرعيات، ولكن لابد أن يكون له فهم في دين الله عز وجل. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، للدلالة على أن هذا ليس مقصورا على أهل العلم المتخصصين،
يمكن لإنسان ألا يكون عالما متخصصا، يفتح الله تعالى عليه بابا من أبواب الفهم في الدين، فيفهم ما لا يفهم غيره من العلماء المميزين المرأسين، وهذا أمر أيضا مشاهد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم، القاسم هو الذي يقسم بين الناس، الذي يقسم بين الناس، إما أن يقسم بينهم العلم، وإما أن يقسم بينهم الغنائم والفيء، وإما أن يقسم بينهم الأعطيات والمنح. إنما أنا قاسم والله يعطي، والله يعطي. وهذا مثل قول الله عز وجل في المنافقين: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، ولا حسبنا الله، لو حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله. إذن دلوقتي ميز بين ماذا؟ بين الحسب والإيتاء. فالذي يؤتي، فالذي يؤتي أي يوزع ويقسم في هذه الآية، هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله. أما الحسب فإنما هو خاص بالله عز وجل، فإنما هو خاص بالله عز وجل. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. يبقى الإنسان بيشفع، الإنسان بيشفع، ولكن هل تقبل شفاعته أم لا؟ هذا أمر يريده الله تعالى، يريده الله تعالى. كذلك الله تبارك وتعالى يأمر بإعطاء فلان ومنع فلان، فأنا أقسم بين الناس والله تعالى هو الذي يقدر. نعم. ولن تزال هذه الأمة قائمة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الخير لن يدرس فيها أبدا. إحنا لما نشوف قصة إسلام سلمان الفارسي تجد أن الحق غاب من على وجه الأرض، فلم يبقى من أهل الحق على وجه الأرض إلا أفراد قلائل، إلا أفراد قلائل متفرقون في البلاد البعيدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أما أمة الإسلام فإن الخير فيها وافر، وإن أهل الحق فيها متواجدون، لا ينقطع خبرهم حتى يأتي أمر الله. المقصود بأمر الله هنا الساعة، الساعة، والساعة يقصد بها هنا عدة أمور. هل يقصد بها الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين فلا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر وهم شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة وعليهم تقوم الساعة؟ وهؤلاء القوم وهم شرار الخلق يفعلون ما لا يمكن أن يوصف. في هذه المرحلة اللي هي مرحلة قبض أرواح المؤمنين، يرفع القرآن وتهدم الكعبة، يسلط الله تبارك وتعالى ذلك الرجل الحبشي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي السويقتين، وسويقتين تصغير ساق، يعني رجليه رفيعة جدا. هذا الرجل الحبشي يسلطه الله تعالى على الكعبة فينقضها حجرا حجرا فلا يبقي منها شيئا. يبقى يرفع القرآن وتهدم الكعبة وتقبض أرواح المؤمنين ويعود الناس إلى الشرك والكفر مرة ثانية، ويكون للرجل الواحد أكثر من 50 امرأة،
ليفجر الرجال بالنساء ويأتي الرجال النساء في الشوارع فيتضاحكون ويتسافدون كالأنعام والماشية، هذا كله في آخر الزمان. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، فهم شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. هذا القول هو قول كثير من أهل العلم، وقول كثير من أهل العلم، وهذا القول هو الذي تؤيده النصوص، لأنه إذا قبضت أرواح المؤمنين فلم يبق مؤمن، خلاص يبقى انتهت أمة الإسلام آنذاك، انتهت أمة الإسلام آنذاك، ويكون الأمر مؤذنا بقيام الساعة. هذه الأمة التي توجد في كل عصر والتي لا يخلو منها دهر، وهم أهل الحق الذين شرف الله تعالى أمة الإسلام بهم، يا ترى من هم؟ يا ترى من هم؟ إذا كان الرافضة يقولون هم نحن، والصوفية المتعمقون في صوفيتهم يقولون هم نحن، حتى الأشاعرة والكلابية والماتريدية يدخلون أنفسهم في جملتهم، فهذا كلام غير صحيح. ولكن الكلام الصواب أنهم أهل الاتباع والتسنن، أهل الاتباع والتسنن اللي هم الفرقة الناجية، أهل الاتباع والتسنن. ولذلك أثر عن الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه قال هم أهل العلم والآثار، هم أهل العلم والآثار. ولما نقول أهل العلم يبقى العلم الذي يتضمن معنى العمل، العلم الذي يتضمن معنى العمل، يبقى يمكن الإنسان أن يكون عالما ولكن لا يعمل بعلمه. ولذلك قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. إذن يتصور في أمة الإسلام أن تجد عالما ولكن لا يعمل بعلمه، يمكن أن تجد ذلك الأمر. قصة طريفة حدثنيها زميل فاضل، وهذا الرجل يعني من أسرة نبل وعلم وسيادة وتصوف أيضا وتصوف. اجتمعت طائفة كبيرة من أهل العلم لا سيما في باب الاقتصاد، منهم الدكتور عبد الحليم عويس، منهم علي السالوس، منهم الشيخ محمد الغزالي، منهم الدفتار، منهم ناس كثيرة جدا، وكان من جملتهم شيخ الأزهر الماضي. فانتهى هذا المجلس بأن الفوائد البنكية حرام، يعني القوم قرروا هذه القضية وانتهى اجتماعهم على أن الفوائد البنكية حرام وأنها ربا، لأن البنك يقوم بدور التاجر، البنك عبارة عن تاجر بيتاجر في أموال المودعين، والمودع بيحط فلوسه في البنك ليس على وجه المشاركة وإنما على وجه الإيه؟ الإقراض. ولذلك البنك لو اتحرق ولا اتهبب ببنزين يلزمه ان هو يرجع الفلوس دي لمين؟ للمودعين، اذا ليست مشاركه وانما هي قرض. فهذا المال الذي اقترضه البنك من المودعين يرد اليهم، ولكن بماذا؟ بزياده 8% 10% غير ذلك. الاشكال بعد ان اتفق معهم على هذا الامر واقرهم على هذا الشيء وقال هذه عقيدتي وهذه رأيي، فوجئ الناس في الجرنان إن شيخ الأزهر بيقول الفوائد البنكية حلال وأنا مسؤول على ذلك أمام الله، فتعجب الناس من ذلك التصرف. يا ترى هل يصدقونه في مجلسهم أم يصدقونه على صفحات الجرائد؟ الذي أريد أن أقول أن العلم الذي لا يظن به على أهله هو العلم الذي يتضمن معنى ماذا؟ معنى العمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا مين هم
الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها عصر، الذي لا تفتقد في دهر، هم أهل العلم والآثار أو أهل العلم بالآثار. ده كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام أحمد عليه رحمة الله بيقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. المقصود بأهل الحديث لا يقصد الذين يجمعون الأخبار والذين يجتهدون في جمع الأسانيد العالية والنازلة والذين يطيفون الآفاق ويقطعون البلاد جمعا للأخبار، ولكن يقصد بذلك الذين يجمعون الأخبار ويعملون بها، ويعملون به أيضا، ويعملون بها. احنا بنجد بعض علماء الحديث ولكنهم في غاية التهتك، في غاية التهتك العقائدي، مش كده موجود؟ يبقى عالم بالحديث ومتهتك عقائديا، نخله المنهج الجهمي أو الأشعري، هذا موجود بكثرة في بلاد المغرب وموجود أيضا في بلاد الشام. تجد رجل مكين أو متين في الحديث ولكنه في باب الاعتقاد ضعيف جدا، واعتقاده لا يستقيم له. يبقى ليس المقصود بذلك الجامع للآثار، وإنما يقصد بذلك من؟ المعظم للأثر العامل به. أول ما يسمع الأثر يحط فوق راسه ويفتح قلبه، يدخله في قلبه ويقول سمعنا وأطعنا، هذا هو من الفرقة الناجية. القاضي عياض كلامه جميل جدا، بيقول إن مقصود الإمام أحمد أنه من يعتقد مذهب أهل الحديث. شوف، من يعتقد مذهب أهل الحديث. إحنا عندنا بنعمل فصل بين الاعتقاد وبين التطبيق برضك. من صحت عقيدته حسن عمله، من صحت عقيدته حسن عمله، بدليل أن الصحابة لما صحت عقائدهم إيه اللي حصل؟ حسنت أعمالهم ورقت طبائعهم وعلت أخلاقهم. إذن العقيدة منهج مؤثر، مش العقيدة رسالة أدرسها وانتهى الموضوع، ولكن العقيدة منهج مؤثر، منهج مؤثر. أفضل من أصل لمسائل الاعتقاد هم أهل الحديث، أفضل من أصل لمسائل الاعتقاد هم أهل الحديث. ولذلك سمي الكلام كلاما. ليه؟ لأن المتكلمين درسوا مسائل الاعتقاد ولكن بطريقة الفلاسفة، بطريقة من؟ الفلاسفة. يبقى علم الكلام هو إيه؟ علم الكلام هو دراسة المسائل العقادية ولكن بمنهج من؟ الفلاسفة. ولذلك هؤلاء القوم أعيتهم الأخبار أن يحملوها، فكل منهجهم رأيت وأظن وأرى، أرى وأظن ورأيت، وذهب الناس إلى كذا، ولكن أين الآثار؟ أين نور الأخبار؟ هذا العلم مقيد بالأصلين الكتاب والسنة. إذن أسعد الناس بتأصيل مسائل الاعتقاد التي تنغرس في القلب وتثمر العمل والأخلاق هم من؟ أهل الحديث، أهل الحديث. يبقى القاضي عياض بيقول إن مقصود الإمام أحمد إنهم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أي الذين يعتقدون اعتقاد أهل الحديث، يعتقدون اعتقاد أهل الحديث. الإمام النووي له كلام جامع في هذه المسألة، أذكره كما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح بنصه، بيقول: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين، فرقة من أنواع المؤمنين. كلمة فرقة لا تدل على التنازع والتشرذم، وإنما تدل على فرض الكفاية. قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. فالإمام النووي يقول: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين، ممن يقيم أمر الله تعالى
شو بقى الأنواع مين بقى؟ الناس الفرقة الناجية دي بتشمل مين؟ من مجاهد، المجاهد سواء بيده أو بلسانه أو بماله، ده أنواع الجهاد الثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وماذا؟ وألسنتكم. إذن من فاته حظ الجهاد باليد لا ينبغي أن يفوته حظ الجهاد ماذا؟ بالمال. ولو فاته الاثنان لا ينبغي أن يفوته الجهاد بماذا؟ باللسان. كل إنسان مسلم لابد أن يكون مجاهدا في سبيل الله، لابد. إياك أن تكون جسدا ميتا، هذا الجسد روحه الجهاد، لابد أن تجاهد في سبيل الله. وأي باب؟ بالمال ماشي موافقين، بالنفس ماشي موافقين، بإقامة البرهان والدعوة إلى الله عز وجل والرد على الشبهات وإقامة الحجج النيرات المنيرات موافقين، لكن أن تترك باب الجهاد لا، لأن في الجنة باب يدخل منه أيضا المجاهدون. إذا الجهاد باب يوصلك إلى الرضوان، فلا ينبغي أن يفوتك هذا الباب. يبقى عندنا من مجاهد، طوائف الفرقة الناجية، عندنا المجاهد، اثنين، وفقيه، رجل فقيه. الفقيه هو الذي يعلم الناس العلم والأدب، ده الفقيه، يعلم الناس العلم والأدب، فهو فقيه في العلم، فقيه في النفس، فقيه في الواقع، دي مسألة مهمة جدا. ولذلك الفقهاء في كل زمن هم مؤيل الناس ومرجعيتهم، إلا في الأزمان المتأخرة التي سد فيها باب الاجتهاد وصار الفقهاء عالة على المتقدمين، لم يأتوا بشيء، يشرحون ما تقدم وينظمون ويشرحون ما نظم ويقررون ما شرح ويختصرون ما شرح، قصة طويلة عريضة. شوف كتاب الروضة للإمام النووي، استمر العلماء الفقهاء في المذهب أكثر من 200 سنة يعيشون على كتاب مين؟ الروضة للإمام النووي، أكثر من 200 سنة، والمجهود العلم الفقهي محصور في كتاب الروضة. احنا رجعنا لورا كثير جدا بسبب التقليد والتعصب المذهبي. الأمة، أمة الإسلام عمرها أكثر من 14 قرن، ضاع منها يجي 7 قرون بسبب هذا الجهل وبسبب هذا التخلف العلمي والتعصب المقيت والتقليد المذموم. إذا الفقيه هو الذي يربط الناس بالله، يوصلهم إلى الله، ينمي ملكاتهم، يكون مرجعية مفيدة لهم، يقودهم في مواطن النزاع، يجمع قلوبهم على الله عز وجل، هذا هو الفقيه. جميل. ومحدث، كلمة محدث ليس معناه هو الذي يقول الأحاديث فقط، ومن حفظ 100,000 حديث كان كذا، ومن حفظ كم كذا يبقى كذا، ده مسائل نظرية. يعني ايه مسائل نظرية يا اخواني؟ في فارق بين لما العلماء يقول المصطلحات من باب التأصيلات النظرية أو من باب العلم النظري، وأن يقولوها من باب العمل والاعتقاد. زي مصطلح الأصل والفرع، الأصل والفرع ده العلماء المتقدمين لم يتكلموا أبدا في مسألة الأصل والفرع، ولم يكن عندهم أصل ولا فرع، كان عندهم حاجة واحدة بس، هي الدين، حاجة واحدة بس. عندما أتى المتأخرون بعد القرون الفاضلة هم الذين قسموا الدين إلى أصل وإلى فرع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيرى أن قسمة الدين إلى أصل وفرع قسمة بدعية، قسمة بدعية. ومع أنها بدعية إلا أن العلماء لا زالوا يقولون، وهذه مسألة مظنتها كتب الفروع، لما يقولوا هذا الكلام بداء الصلاح علمي، ولكن لا ينبغي به أن نقسم الدين إلى أصل وفرع. فالمحدث هو الذي يحدث بالأخبار ليعلم الناس، الذي يحدث بالأخبار ليعلم الناس.
وزاهد. زاهد، الزاهد هو الزاهد في الحرام، ليس المقصود بالزاهد هنا هو الزاهد عن المباح، وإنما الزاهد هو الزاهد في الحرام. ودي مسألة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا جدا، لأن الزاهد يقلب المباح إلى طاعة وعبادة. إذن الإشكال ليس في المباح، ولكن الإشكال في ماذا؟ في الحرام. فهذا الحرام يجتنبه، يجتنبه، وربما أحيط به الحرام من كل جانب، فيكون الجهاد هنا ليس في التقلل من المباح، ولكن يكون الاجتهاد هنا في ماذا؟ في ترك الحرام، في ترك الحرام، لا سيما في أزمان الفتن حيث يلتبس الحلال بالحرام ويتشابه الأمر، ويكون التمييز بينهما أمرا لا يكاد يعرفه إلا القلائل. مثل هذه الأزمان، مثل هذه الأزمان، بنجد أن بعض أهل العلم قد يفتي ببعض الفتاوى العجيبة ظنا منه أن هذا هو الحق، وظنا منه أنه بهذه الفتوى يدرأ الحرام ويقيم الحلال الذي يرضي الله عز وجل، والحقيقة ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فترة من الفترات بعض الناس أفتوا بحلق اللحية، إن في هناك ضغوط واللي هيطلق لحيته سيلاحق أمنيا وإلى غير ذلك، فيجوز حلق اللحية للضرورة. هذا الكلام كلام غير صحيح، التبس فيه الحق بالباطل. فالذي يسمع هذه الفتوى ويسمع التأصيل لهذه الفتوى يكاد الأمر أن يتشابه لديه، فيميل إلى هواه، يميل إلى هواه. لكن لو قلنا بأن إطلاق اللحية هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الواجب، وأن الناس إذا كثر سواد الملتحين صعب متابعتهم، فكان ذلك أمنا لهم وخيرا، لو قلنا ذلك لكان ذلك أولى وأفضل. هذه الأزمان يفتي بعض الناس بجواز بناء الكنائس، يفتي بعض الناس، إيه المشكلة؟ الكنائس تبان، إن شاء الله لو في كل شارع كنيستين، ده يضر الإسلام في إيه؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأنه لابد من أن احنا نفهم الإسلام بطريقة أوسع، لأننا إذا منعنا بناء الكنيسة سيترتب على ذلك فتنة أعظم، وهي الفتنة الطائفية، يقتتل الناس وتسفك الدماء، يبقى أيهما أولى؟ تتبنى الكنيسة ولا يسفك الدماء؟ فبهذا التأصيل يلتبس الحق بالباطل، يلتبس الحق بالباطل، وهذا كلام غير صحيح، لأن بناء الكنيسة إظهار لشعائر الكفار، بناء الكنائس إظهار لشعائر الكفار، وليس هناك أعظم من إظهار الكفر. أعظم مصيبة تبتلى بها ديار الإسلام أن يعلو فيها شعائر الكفر. ولذلك المسلمين لما كانوا بيخشهم في أي مكان يفتحوه يشرطهم على الكفار ألا يعلنوا بشعائرهم، يعني ما ينفعش أنهم يضربوا ناقوس، ما ينفعش أنهم يرفعوا صليب، ده من شروط قبول الصلح مع البلاد المفتوحة، لكن نقنن لهم بهذا الأمر؟ فهذا أمر لا يجوز. إذن مسائل التباس الحق بالباطل وتشابه الحق بالباطل دي مسائل تحتاج إلى مجاهدة. إذن الزهد ليس أن تترك مثلا ما أباح الله، تلبس مثلا الهدوم المرقعة وتاكل مثلا الرغيفة الخشنة وتكون زاهدا، لا، الزهد أن تجتنب الحرام وأن تعمل بطاعة الله وأن تأخذ من الحلال لطاعة الله عز وجل. إمام الزهاد في عصره سفيان الثوري، وله ترجمة كبيرة جدا في صفة الصفوة، ترجمة عظيمة جدا، وله ترجمة أفضل في حلية الأولياء لأبي نعيم. سفيان الثوري هذا الرجل كان غاية في التنسك والعبادة وآية في الزهادة، ومع ذلك كان منعما في مأكله، كان بيأكل كويس جدا، يأكل كتير ويأكل أكل فخم جدا،
الناس يعني أشكالت عليها المسألة دي، إزاي أنت راجل عالم وزاهد وناسك وفي الوقت نفسه أنت رجل تأكل الأكل الفخم الجميل الطيب؟ فسئل في ذلك الأمر، قال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. إذن هو بيأكل مش عشان يلتذ بالأكل، ولكن بيأكل من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل، من أجل أن يطيع. إذا ليس تنسك إن الإنسان يمشي راسه مدلدلة على صدره ويمشي يعني كده زي الأهبل كده، أبدا. يقال بأن عائشة رأت قوما يلبسون الصوف تميل رؤوسهم على صدورهم، فقالت: من الناس دول؟ قيل لها: هؤلاء النساك، لابسين بقى الخيش وصوف الخشن في عز الحر ومشيين بقى بالراحة، هيموتهم ورؤوسهم دي متدلدلة على صدرهم اللي كده واللي كده، من الجماعة دول؟ قالوا لها: دول النساك. فقالت: إن الناسك هو عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. إذا ده هو الناسك. الناس يبقى عندك حيوية، مش تمشي وانت ميت على روحك، الله، مش تمشي متماوت ومش قادر تجر رجلك جر عشان تراجل ناسك وزاهد سبحان الله وماشي كده راسك دي متدلدلة من الغلبنة والدهولة. هذا كله ما ينفعش. إن الناسك عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. إذن من جملة الطائفة الناجية الزهاد، وأيضا منهم الآمرون بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير. ثم يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، مش شرط كلهم يبقوا في مكان واحد، مش شرط كلهم يكونوا في السنبلاوين، أو كلهم يكونوا مثلا في طوخ الأقلام، أو كلهم يكونوا مثلا في المنصورة أو القاهرة أو كذا أو كذا، أبدا. يمكن أن يكونوا متفرقين في غير مصر، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. إذن الحديث مرة ثانية، حديث حميد بن عبد الرحمن بالتصغير: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وطبعا هذا الحديث يدل على أن الفرقة الناجية ستجد من يخالفها، فيجب عليها أن تصبر، يجب عليها أن تصبر، فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين، فإن الأمر ليس بقلة السالك، وإنما الأمر بالحق الذي في جنبات ذلك السالك. الأمر في جنبات في ذلك الحق الذي في جنبات ذلك السالك. ولذلك كان بعض السلف يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في إسناده كلام: عليكم بالجماعة والسواد الأعظم. قال: السواد الأعظم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكان من أكثر الناس تسننا. فانظر كيف أن السلف جعلوا رجلا واحدا سوادا أعظما، جعلوه جماعة وهو ماذا؟ وهو واحد. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان واحدا في دهره، فريدا في عصره، كان قوالا بالحق، ولولاه لهدم الإسلام وثلم كما أثر عن أهل العلم. اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم: أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. فيجب على إخواني أن يتعلموا الحق وأن يستمسكوا بالحق،
ولا يستوحش بقلة السالكين ولا يصيبهم الهول من كثرة المخالفين، فإن الحق أبلج، جعل الله تعالى عليه أمارات وجعل له منارات، أما الباطل فإنه لجلج ترده الفطر المستقيمة والقرائح الطيبة التي تعرف الله تبارك وتعالى وتعظم شرعه ودينه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء وألا يحرمنا بركتهم، وأن نكون من جملة في الدنيا، وأن نحشر معهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. قولوا آمين. هذا مجلس تحضره الملائكة، فإذا دعونا أرجو أن يعني أن يكون لنا حظ في الإجابة إن شاء الله تعالى. الباب الرابع عشر، باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. حديث مجاهد عليه رحمة الله قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة. كلمة صحبت ابن عمر إلى المدينة تحتاج إلى درس، درس لوحده، درس. لابد في العلم من الصحبة، لابد في العلم من الصحبة. ولذلك وسيأتي هذا الحديث، عندما كان موسى في ملأ فسئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا أعلم أهل الأرض. قيل: إن لي عبدا اسمه الخضر، هو أعلم منك، هو أعلم منك. فسأل الله تعالى السبيل إليه. مين اللي بيكلم؟ سيدنا موسى، نبي. شوف لما يكون نبي، نبي يوحى إليه، وهذا النبي اصطفاه الله تعالى بماذا؟ بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك عندما علم أن أحدا هو أعلم بالله تعالى منه، قال: أين السبيل إليه؟ فدله ربنا عز وجل، وجعل من علامة ذلك فقد الحوت والقصة بتمامها في سورة الكهف. موسى عندما وصل إلى الخضر إيه اللي حصل؟ لزمه وصحبه، لزمه وصحبه. إذن الصحبة موقف، ليس تعليمي فقط، ولكن تعليمي وتربوي. لأن العالم بيقول للتلميذ اعمل كذا، ما تسويش كذا، يهذب من أخلاقه ويفيده في جنانه ورباطة جأشه، فيعلمه من العلم والأخلاق ما يعلمه. والطالب يستفيد بالصحبة ليس العلم فقط، ولكن العلم مع الأدب مع الأخلاق إلى غير ذلك مما يطول الكلام به. الإمام مجاهد، وهو يعني آية من آيات دهره في التفسير، وصاحب الصحابة كابن عمر وكابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك. إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك. ليه؟ لأنه راجع التفسير أو راجع القرآن على ابن عباس أكثر من 80 مرة، يستوقفه عند كل آية. يبقى دلالة أنه صاحب ابن عباس إيه؟ كتير كتير. الأمر الثاني أن بيقول لك صحبت ابن عمر إلى المدينة، صحبت ابن عمر إلى المدينة. ابن المجاهد كان موجود فين؟ في مكة. يبقى صاحبه إلى المدينة، إذن هيسافر يجي مثلا أسبوعين ثلاثة. الأسفار تبدي أحوال الرجال، الأسفار تبدي أحوال الرجال. ولذلك يقال: هل عرفت فلانا؟ يقول: نعم. فيقال: هل سافرت معه؟ لا. طالما لم تسافر معه إذن أنت لم تعرفه، لم تعرفه. فالأسفار بها تعرف الرجال وأحوالهم ومعادنهم، ومعادنهم. فصاحب مجاهد ابن عمر إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هي طريقة ابن عمر كطريقة أبيه.
أنه كان ورعا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ورعا، ولذلك يعني كيف يقول ذلك مجاهد؟ ولو رجعنا مسند ابن عمر في مسند الإمام أحمد لوجدنا مئات الأحاديث عن عبد الله بن عمر، جزء كبير مروى عن عبد الله بن عمر. كيف نجمع بين هذا أن هذه الرواية تدل على أنه كان مقلا من روايات الحديث، والواقع يدل على أن ابن عمر كان مكثرا من روايات الحديث، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذه الكثرة سببها أنه كان يسأل فيجيب، هذه الكثرة كان سببها أنه كان يسأل فيجيب، فلا يريد أن يكتم العلم، ما بيكتمش العلم، لكن هو لوحده ما يلومش تعالوا أقول لكم الحديث، ولكن كان يسأل فيجيب. هذا كان حال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال. إيه الحديث ده؟ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة إيه؟ المواقف التوثيقية للأخبار، لسمناها كده المواقف التوثيقية للأخبار. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، انظر بقى الموقف التوثيقي. فأتي بجمار، الجمار اللي هو قلب النخلة، واحدتها جمارة، والكلمة دي مستعملة إلى الآن، مش كده؟ مستعملة إلى الآن. وكان الناس ونحن صغار كانوا يأكلون هذا الجمار، الجمار ده كانوا بيجيبوه وكانوا بيأكلوه. طبعا أما الناس هذه الأيام فلا أظن يعني أنهم يعرفون ذلك أو يسمعون عنه. يبقى القلب النخلة ده بيبقى طعمه مسكر جدا، كنا صغيرين كنا بناكل حاجات كتير قوي، منها الجمار، منها عيدان الذرة، عيدان الذرة التي الآن بيأكلها الخيل، بيأكلها الأرانب، كنا احنا صغير كنا بناكلها. مش يا شيخ هام؟ مش كده يا عم الشيخ وهبة؟ وحاجات تانية بس بلاش أقولها. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، بطن نخلة. يبقى كلمة جمار ديت يعني قلب النخلة، الحتة الحلوة اللي في قلب النخلة الطرية اللي بتتاكل دي. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر، كلمة الشجر ده جنس، إن من الشجر أي إن من أنواع الشجر شجرة، شجرة يعني نوع من الشجر، مثلها كمثل المسلم، مثلها كمثل المسلم. يا إلهي، يقال كان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعظ تلاميذه فيقول: كونوا كالنخلة تضربها الناس بالحجارة فتسقط عليهم الرطب. شوف الكلمة الجميلة دي، يعني النخلة تجد العيال الصغيرين برضه كنا بنعمل الحركات دي، يملي حجرهم بالطوب ويقعد ايه يشوح في النخلة، الأول يهزها لو تخينة جامدة ما بيقدرش يضرب فيها بالطوب، فلما يضرب بالطوب ايه اللي بيقع؟ الأخضر والأحمر؟ لا، بيقع ايه؟ الرطب. والرطب هذا أجود أنواع البلح، يعني الرطب ده أجود من الأحمر، وهو بالفعل أيضا أجود منين؟ من الأخضر. يبقى تضربها بالطوبة توقع لك ايه؟ الرطب. سبحان الله. وهكذا هو المؤمن، فالمؤمن يقابل إساءة الناس بالإحسان، المؤمن يقابل إساءة الناس بالإحسان، ولا يتصور من المؤمن إلا الخير، إلا الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له،
ولا إسلام لمن لا عهد له. سبحان الله، شوف الارتباط الوثيق، ارتباط وثيق. في حديث أبي ذر لما في نهاية المطاف مش قادر لا أعتق لا رقبة ولا قادر أساعد، محروم ولا محتاج ولا صانع ولا غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تكف شرك عن الناس، أن تكف شرك، شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يبقى المسلم ده مش مؤذي، ما بيأذيش حد، إلا إذا كان الأمر من جملة ما أمر الله كجهاد الكفار أو جهاد المنافقين، وهذا ليس إيذاء لهم ولكن هذا طاعة لله ورسوله. يعني لو افترضنا واحد حرام جبناه وقطعنا ايده، نقول المسلم ما يأذيش، ما نقطعش ايده ولا نقطع ايده، يبقى قاطع يد السارق ليه؟ مش إيذاء له ولكن طاعة لله ورسول الله. لو افترضنا ان في هناك رجل قاتل وجبناه عشان نقتله، هل قتل القاتل إيذاء له ولا تطبيق لشرع الله؟ تطبيق لشرع الله، هو الذي آذى نفسه. فبما كسبت أيديكم، الرجل بيخش النار، هو مين اللي أذاه؟ هو ربنا هو اللي أذاه ولا هو اللي أذى نفسه؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى في إحسان يبقى قدامه إحسان، طب في إساءة، والإساءة ديت ترتب عليها تعدي الضرر، تعدي الضرر. يعني افترضنا يا إخواننا واحد قطع إيد نفسه، ما هو حر، ربنا يحاسبه بقى، لكن إحنا ما نقدرش إن إحنا نحاسبه. واحد عمل في نفسه أي حاجة خلاص، هذا أمره إلى الله عز وجل، هي سيئة من جملة السيئات، توزن له الحسنات والسيئات. أما إذا تعدى ضرره إلى الناس وكان ذلك الضرر فيه عقوبة شرعية، فلا بد أن تطبق هذه العقوبة طاعة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا محصلة القول إن المسلم ده إنسان طيب، طيب القلب، طيب الفعل، طيب الخلق، طيب اللسان، لا يتصور منه إلا الخير ولا يتوقع منه إلا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. يا ترى إيه الشجرة ديت؟ طبعا في هناك رواية أخرى: فخاض الناس في أشجار العظام، ماشي، ولكن القرينة الموجودة اللي هي إيه؟ فأتي بجمار. القرينة دي بيّنت أن الشجرة دي شجرة ليه؟ النخلة. ابن عمر فهم الكلام ده، فأردت أن أقول هي النخلة. ابن عمر أراد أن يقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، بص كده حواليه، اتلقى الشيخ بدر، شال الصحابه الكبار قاعدين ولحاهم والشب والبتاع، راح كم شان وقال انا اعمل ايه في وسط الناس الكبار دول؟ رايت كده، بص كده، فتلاقي نفسه اصغر القوم. وهذا يدل على ماذا؟ على ادب عبد الله بن عمر، على ادب عبد الله بن عمر، انه شاب مؤدب لا يتكلم في حضره الاكابر الا اذا اذن له. طيب، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لماذا بوب البخاري على هذا الحديث فقال باب الفهم في العلم؟ ليه؟ لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر فهم أنها النخلة بقرينة فأتي بجمار، فأتي بجمار. إذن الفهم أو الفطنة في هذا الموقف من خلال هذه القرينة. إذن ممكن يبقى فيه هناك قرائن ملابسة للكلام يمكن أن تفهم بها المقصود بهذا الكلام. أضرب مثال على ذلك الأمر. افترضنا واحد مثلا، أنت بتتصل عليه بتقول له أنت فين؟ فبيقول لك أنا في المطار.
فسمعت جنبه بقرة بتنعر باع كده، وبقولك أنا في المطار. طب تيجي زي دي؟ إذا الرجل ده صادق ولا كاذب؟ كاذب، لأن هذه قرينة قوية تدل على ماذا؟ تدل على كذبه. إذا أنا حكمت عليه أنه غير صادق، أنه غير صادق، وأنه لم يصدق في خبره، لأنه لا يمكن إن طيارة هنركبها مثلا إيرباص، طير إيرباص ولا بوينج مثلا، لا يمكن هنطلعها جوه السفر، ما ينفعش. إذا هذا الرجل كاذب في كلامه. كيف عرفت كذبه؟ كيف عرفت كذبه؟ من خلال هذه القرينة، من خلال هذه القرينة. فهذا باب كبير جدا، وهو باب القرائن والوقوف بها على حقائق الأشياء. لما أتت امرأتان إلى نبي الله سليمان يتخاصمان في غلام، كل واحدة بتقول له إن ده هو ابني الله، فقال لها خلاص ما فيش مشكلة هاتوا السكين. فواحدة منهم قالت ماذا تصنع؟ قال أشقه شقين فأجعلوا لكل واحدة منكن شقا. قالت له لا تفعل فإنه ولدها. يبقى مين بقى اللي قلبها اتحرق؟ إنه لو شاء وصلنا اللي يحصل هيموت. مين اللي قلبها يتحرق على ضماها؟ هو اللي هي الأم. فحاكم لهذا الولد لمن؟ لهذه المرأة. إذا دي إيه؟ هذه قرينة، هذه قرينة. في هناك مثال عربي يقول يكاد المريب أن يقول خذوني. جت منين الكلام ده؟ الناس الحرس بيجرم. هو بيجرم بيعملوا ايه؟ افترضنا لنا دلوقتي الشرطة بتجري في الشارع، واحد قال لهم والله مش انا اللي كان معايا الحشيش. الله، طب ايش عرفك ان هم بيجروا بسبب المسألة دي؟ اذا انت صاحب الحشيش. قصة طريفة وبها يكون الختام، تدل على حيل اللصوص في هذا الباب. جت اخبارية لخط كبير في الصعيد ان اكبر تاجر اقطان في الصعيد مسافر القاهرة ومعاه مبلغ جبار. التاجر كل ما يودي الصبيان يسافروا مصر يتسرقوا، فقال خلاص انا اللي هودي الايه الفلوس دي، مثلا 5-6 آلاف جنيه. الكلام ده منذ 100 سنة مثلا، يعني حاجة كبيرة جدا تشتري السنبلاوين دي كلها. الراجل عاني الفلوس فين؟ في العمة بتاعته. عاني الفلوس في العمة، عمة كبيرة كده، ويربط يحط الفلوس ويربط. الراجل اللص بدأ يبص له ويدرسه، مكرين جدا اللصوص دول، حاجة فظيعة ليس لها حل. يعني كنت ركبت الميكروباص وفي جيبي 100 جنيه، وشفت واحد طالع قلت ده حرام، يعني شكله كده كأنه الموت، وراسه مبشله كده وعينه نازله كده، شكل حاجه مخيف. الراجل قاعد جنبي وانا متحرز منه وقاعد على 100 جنيه. نزل الراجل، ببص بمد ايدي في جيبي ما لقيتش الفلوس. حاجه لا يمكن، لا الى الان انا لا اعرف كيف اخذ ال 100 جنيه دي. كنت طالب في الجامعه ودي كان يعني حاجه كبيره يعني. المهم هذا الحرام اللص يعمل ايه؟ قال يا سيادنا على فكرة العربية فيها حرامية، كل واحد يحرز على فلوسه. فالراجل راح مسك الأمة كده فعرف بقى، فراح نازل أول ما القطر اتحرك راح إيه هاجم من الشباك من تحت على الأمة وراح واخدها وجرب. إذا هذه كلها قرائن يستطيع الإنسان أن يقف بها على الدلائل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم، وأن يجعل فهمنا في الدين فهما طيبا حسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله سؤال واحد فقط حتى لا أطيل عليكم. لا تسأل صعب أوي، سؤال صعب، سؤال بيقول ما السبيل إلى تحقيق الإخلاص؟ لا، ده سؤال صعب. يكثر الكلام في الإعلام عن الأزهر ووسطيته، ف
فهل الأزهر فعلا يمتاز بالوسطية؟ آه طبعا وسط. إيه الوسطية؟ وسط بين الإسلام والنصراني، وسط بين أهل السنة والعلماني، ده وسطي. فنسأل الله تعالى ألا يرزقنا هذه الوسطية، وأن يجنبنا إياه، وأن يمسكنا بمنهج أهل السنة أصحاب الحديث. فمن الإجابات يا أخوانا ولا الله؟ فاهمين الإجابة دي؟ طب الحمد لله. البعض يقول بأن الشريعة لا يمكن أن تطبق كاملة الآن لأن الناس غير مهيئين لذلك، بل يأتي ذلك تدريجا، بل يأتي ذلك تدريجا. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل، ولكن من حيث الإجمال هذا الكلام فيه نظر، حيث الإجمال هذا الكلام فيه نظر، لأن الناس لو أحبوا دين الله تعالى لقبلوا شرعه مباشرة. طيب نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.